السلام عليكم أحبتي الكرام، ألف مبروك. الآن وصلنا إلى الكلمة رقم 100 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين، وبإكمال هذه الحلقة نكون قد حفظنا أكثر من 2000 كلمة، لأنه كل حلقة تحتوي حوالي على 20 كلمة مركبة من خلال جمل وأمثلة، ولدينا أيضا بعض المرادفات، لذا يكون الدرس حوالي 20 كلمة إنجليزية جديدة، وبهذا نكون أتممنا 2000 كلمة إنجليزية. كلمتنا لهذا اليوم كلمة مهمة جدا، كلمة budget، سوف نتعلم استخدامها وأهم المرادفات لها. لهذا السبب حاول الآن الضغط على سبسكرايب واشترك في القناة حتى تحصل على جميع الدروس المجانية، وهدفنا طبعا هو 1000 كلمة إنجليزية مع شرحها بالتفصيل حيث نحفظها من أول مرة. اضغط على إعجاب وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك في نهاية هذه الحلقة، لأننا نضع الكثير من الجهد والوقت لإنتاج هذه الدروس المجانية، وهدفنا طبعا هو نشر العلم للجميع. هيا لنبدأ. budget، budget بمعنى ميزانية مادية، معناها ميزانية مادية. خلنا نأخذ أمثلة على كلمة budget. that's beyond my budget. that is beyond my budget. هذا يتجاوز ميزانيتي. نقرأها معا. that's beyond my budget. خلنا نأخذ المثال الثاني. they have a large budget. they have a large budget. they have a large budget. لديهم ميزانية كبيرة. خلنا نقرأها معا. they have a large budget. they have a large budget. ممتاز. اكتبها في كراسك وكررها بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها. أهم المرادفات لكلمة budget هي statement, 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 accounts, 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 allow, allow, يسمح أو السماح تأتي أيضا. cheap, cheap, رخيص, cheap, cheap, رخيص. الآن حاول استخدام كلمة budget في جملة. ضع كلمة budget في جملة واكتبها في التعليق حتى يستفاد منها الآخرون أيضا. budget. شكرا لكم على المتابعة. نكون انتهينا الآن من هذه الحلقة ومن 100 كلمة إنجليزية، أهم كلمة إنجليزية لدينا. الآن نستمر بالمثابرة وانتظرونا في الحلقة القادمة مع الدرس 101 مع كلمة build. إذن شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوني من صالح دعائكم. إلى اللقاء قريباً.